وهذه اللي طبعا الناس كلها تعاني منها ويعاني منها اخواننا اعزاء علينا ناس وطنيين، هي قضيه المسيء. قضيه المسيء يا اخوان، هذا القانون السيء الذكر اللي طلع في ليله ظلمه واللي قصد منه ابعاد اخوان وطنيين شرفاء من نواب مجلس الامه السابق وابعادهم عن مجلس الامه. هؤلاء الرجال الوطنيين كانت لهم اسهامات كبيره في مجلس الامه وفي الحياه السياسيه، ويشهد لهم التاريخ قبل لا اشهد لهم انا. هؤلاء الناس حرموا بس علشان يحرمون البلد ويحرمون الشعب من التمثيل الصادق، التمثيل الثابت، التمثيل اللي ما يتجول. هذا القانون يا اخوان وضع في مجلس 2013، واحنا يعني لنا يعني عجب على اخواننا في مجلس 2013 اللي وافقوا على مثل هذا القانون، وابعدوا زملائهم وابعدوا اخوانهم عن المشهد السياسي. ايضا المجالس المتعاقبه اللي جات بعده ما حركت ساكن في هذا القانون ولا عدلت عليه، مع العلم انه يعني جمله بسيطه كانت ممكن ترجع اخواننا اللي عليهم اللي يطبق عليهم هذا القانون انه يتمكنون من النزول والترشح ويوصلون الى مجلس الامه.